وللحديث أكثر عن ما يحصل على الفضة وباقي المعادن ينضم إلي عبر زوم من دبي السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا بك رائد معنا. يعني ما نراه على الفضة استثنائي، تغيرت ربما الصورة في اليومين الماضيين لتعود الحالة الطبيعية للتداول على المعدن هذا المعدن. كيف تقيم ما حصل؟ كيف تقيم تدخل هيئة السوق السي ام اي المتعلقة بالكوموديتيز تريدينج للحد من هذه او لرفع الهوامش؟ يعني بلا شك ما حدث على الفضة يختلف بعض الشيء أو ليس مصيره كمصير الجيم ستوب، وما حدث من ثورة نوعا ما ونهم شرائي على هذا السهم. بالنسبة للفضة يعني كانت الريجليترز أو المشرعين أكثر سرعة في اتخاذ القرارات في رفع متطلبات الهامش على التداول. نحن نعلم أنه جزء كبير من حجم التداول الذي يؤثر في سعر الفضة هو من تداولات عقود المؤشرات والتي أو التداول بالهامش، ورفع متطلبات الهامش كان بحوالي 18% ويعتبر نسبيا كبير جدا بالنسبة لصغار المتداولين، وهذا أثر نوعا ما على أحجام التداول على الفضة ودفعها إلى التوقف على الارتفاعات والعودة للهبوط بعض الشيء. ولكن في نفس الموضوع أيضا كان عندنا عمليات جني أرباح للارتفاعات التي حدثت قرابة 30 دولار للأونصة، لكن على الشكل العام بالنسبة لمعدن الفضة فهو لا يزال يقبع تحت نفس الظروف التي تدعم إمكانية ارتفاعه مع انخفاض الدولار الأمريكي بأمال خطط تحفيزية أكبر والعودة إلى الأساسيات التي تؤثر على الكوموديتيز بشكل عام وعلى الفضة على وجه خاص. تضع يعني الفضة رائد برأيك في الأيام المقبلة ستكون الحركة على الفضة وعلى الذهب متعلقة بما سيحصل فيما يتعلق بحزمة التحفيز؟ بلا شك هي الأساسيات المؤثرة على أسعار الذهب والفضة على وجه التحديد هو الدولار الأمريكي وحزمة التحفيز، وأيضا تلاشي بعض الشيء الفرص الاستثمارية عالية المخاطرة المبنية على الاسبيكيليشنز أو على التداولات يعني التداولات العنيفة نوعا ما والمضاربات المباشرة، بالتالي يعود المستثمرين إلى التحوط من الفترة المستقبلية بالذهب والفضة. طيب رائد، دعنا ننتقل سريعا من المعادن إلى النفط. نرى حركة صعودية على الأسعار، لدينا بعض العوامل الداعمة من ناحية الطلب ومن ناحية العرض التي نرى بعض الضغوط على العرض من الولايات المتحدة تحديدا. كيف تقيم هذه الأرقام وهل هي استمرار، سنرى استمرار لهذا الارتفاع في الأيام المقبلة؟ يعني اولا في عندنا اسبوعين على التوالي من انخفاض المخزونات في الولايات المتحده الامريكيه مخزونات النفط، كذلك الامر لدينا خطه التخفيض تعمل بشكل جيد جدا من اوبك بلس ونسب الالتزام عاليه، كذلك الامر لدينا التخفيض الطوعي من السعوديه في الانتاج، ذلك عوامل تضغط على العرض بشكل كبير اضافه الى موجه من العواصف الثلجيه التي تضرب الولايات المتحده الامريكيه والتي تزيد الطلب حقيقه على الوقود التدفئة. بعض العوامل ساعدت حقيقة على دعم ودفع أسعار النفط للارتفاع، وأيضا في عندنا العامل الإضافي واللي هو انخفاض قوة الدولار الأمريكي المقيمة لأسعار النفط. بالتالي على المدى المتوسط إلى المدى الطويل أعتقد التوقعات التي توقعها أكبر البنوك بأن يوصل إلى مستويات 60 إلى 65 دولار البرميل هي غالبا قريبة للحدوث مع استمرار ارتفاعات أسعار النفط والتمسك بالمستويات الجديدة. نحن طلعنا فوق 52 وتمسكنا عند هذه المستويات ولا يزال مستقر بالنسبة للدبليو تي اي، بالتالي يوجد أفق لمزيد من الارتفاعات على أسعار النفط قريب من 55 دولار للبرميل والاستقرار هناك إذا ما بدأنا نرى بعض الشيء أيضا تحسن فيما يتعلق بانفتاحات الاقتصادات. نعم وبالطلب طبعا هذا الأمر أيضا سيكون مرتبط فيما يتعلق باللقاحات وفيروس كورونا. رائد الخضر شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، أنت رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي.